السلام عليكم. انا السلعه اللي وين الخائن. المهم عيطت لك باش نسولك على واحد جوج نقط. نعاود لك واحد الحكايه مضحكه. هذا واحد السيد سيدي تدعي بلي انه استاذ، هو ماشي استاذ. اغتصب طفله دوز عليها السجن، دوز طفوله صعيبة يعني انفونس تيريبل، ومشى باريني داتو وحده بلد اجنبي باش يصاوب الوراق. ملي مشى هاد السيد ولا باغي يدير المورال للشرفاء، الناس اللي الشرف تيمثل لهم شي حاجه كبيره. شنو دارك في هاد الانسان هذا؟ واش هو انسان حقير؟ واش هو انسان بليد؟ ولا ربما هو انسان خصو يتشافى، يعني خصو يمشي يدوز عند طبيب ام سيكياتر باش يداويه. انا النظر ديالي هو ان هذا الانسان راه مسكين، راه مريض، وهي قضيتك انت. انا تنشفق عليك وتنصحك باش تمشي تدوز عند شي ميدسان، بما انك تقول راسك في امريكان. دوز عند شي ميدسان، الا دوزتي عند شي بسيكياتر ربما يساعدك. راك في اشد الحاجه باش تمشي تشوف شي طبيب باش يدوز لك، باش يخرجك من هذا المرض اللي فيك. وسير الله يعاونك.